ارتجاع بقى يعني، لان دي من الحاجات برضو الكومن جدا جدا جدا، ناس كتير قوي بتشتكي منها. وحتى يعني حتى في حلقات الاطفال لسه امبارح مع دكتور محمد صلاح شبيب في الاطفال، يقول لك انا ما بقى يعني انا ابني بيرجع كتير، وبعد كده الدكتور يقول لها لا ده ما بيرجعش، ده ارتجاع بعد ما بيسالها كذا سؤال. لازم نميز ما بين الارتجاع والترجيع. نعم. الترجيع دقيق، ده قصة تانية خالص. لكن الارتجاع احنا بقت عندنا البانة في بقنا، وخاصة اللي أصل الحكاية دي زمايلنا بتوع الأنف والأذن. كل مريض يروح له يقول له عندي وجع هنا يقول له ارتجاع. لا يا جماعة، كلمة ارتجاع يعني العضلة اللي ما بين المريء والمعدة مفتوحة بتسمح برجوع بارتجاع الحمض، الأكل، رجوع الحمض من المعدة إلى المريء. وساعات الواحد بيحس كأن الأكل طلع ونزل، ولا دي حموضة؟ أي حاجة بقى، أي حاجة، ما هيرجع الحمض هحس بحاجة حرقة هنا. في حاجة اسمها الارتجاع المراري، ترجع العصارة الصفرة من المعدة إلى المريء برضو، ده اسمه بيليري ريفلاكس. تمام. لكن مش كل بقى مريض يروح لدكتور أنف وأذن، يروح لزميل من زمايلنا ويقول له إيه والله حاسس بشوية حموضة، أقول له ارتجاع. ارتجاع الارتجاع تشخيصه لابد أن يكون من خلال منظار. ده 90 أو أكتر كمان يا دكتور، ناس 90% من الناس بتاخد أدوية ارتجاع من غير ما تعمل منظار. هايل. هستأذنك تاخد أميرة بس. حاضر. عشان ما نطولش على الحبايب. وهنقول إمتى؟ أميرة، السلام عليكم يا أميرة. يا أميرة، طيب معنا نجلة. أيوة مساء الخير. مساء النور، إزيك؟ إزاي حضرتك، عاملة إيه؟ اتفضلي يا فندم. الحمد لله. وإزاي الدكتور؟ اتفضلي. يا دكتور أنا متابعة حضرتك وكل الكلام حضرتك، فعلا بيبقى بيحصل لان انا عندي ارتجاع في المريء جامد، وعلى طول بحس ان انا في نار بتبقى في معدتي بزوري، واحيانا معدتي بتسبب لي كحه، واليومين دول بقى بيحصل لي زي بحس ان انا كاني بقي زي الليمون، بقعد بالخمس ايام احساسي في ليمون، في ليمون في لساني، حاجه مره يعني، مر بليمون، مش عارفه ليه، هل ده سبب ارتجاع المريء؟ حاضر يا نجلة. عملتي منظار؟ عملت منظار قبل كده وما عنديش حاجة، بس أنا عندي ارتجاع في المريء. يعني ما في العضلة اللي بين المريء والمعدة مظبوطة؟ تمام مظبوطة. حاضر، سلامتك يا نجلة، ألف سلامة. اتفضل يا دكتور. طالما العضلة اللي ما بين المريء والمعدة انقباضها طبيعي ده مش ارتجاع. لكن في بعض الناس بقى زي نجلة ممكن يبقى عندها مريء عصبي انقباضه زيادة شوية، او الحمض بتاع المعده عالي شويه فبتحس بيه، او الارتجاع الصفراوي يكون عصاره الصفره اللي بتنزل من المعده بترد شويه فتحسسها باحساس مر دايما، لك ليمون، ليمون في بقك، ليمون طعمه حامض شويه، وممكن ساعات لون طعمه مر، وساعات وبترجع تلاقي عصاره صفرا. واحد لازم تعمل سونار نتاكد من المراره. سونار؟ سونار على المراره. المراره بتبقى سبب من اسباب هذه المشكله. اتنين، التدخين، معرفش نجلة بتدخن ولا لا، لو حد بيدخن وعنده العرض ده لازم يبطل التدخين. تلاتة، تبطل عادة انها ما تمضغش الاكل كويس. لازم تاكل بالراحة ما تزلطش الاكل. اربعة، نبطل خصلة المضادات الحيوية العاملة على البطال. خمسة، نبطل خصلة ان احنا ناكل وننام على طول. ستة، لو العرض ده بيتكرر بالليل وانا نايم لازم ارفع راسي لايه السرير. يعني ست نصايح سريعه اهي قالها لنا دكتور مدحت لتفادي او تجنب ارتجاع المريء.